الأستاذ المبدع مالك نمور، موسيقار وملحن وشاعر سوري من السويداء جبل العرب، غزير الإنتاج، لمع اسمه في مجال التلحين والغناء من خلال أعماله الخاصة به وتعامله مع العديد من الفنانين، بحيث تذاع أغانيه في إذاعة دمشق الرسمية وإذاعتي الريان والكرمة في جبل العرب. يشرفني أن أجري مع الأستاذ مالك نمور الحوار التالي لإلقاء الضوء على مسيرته الفنية. أستاذ مالك، مساء الخير. الله يسعد مساك أستاذ كمال. دعني أوجه لك سؤالي الأول، كيف كانت بداياتك مع الموسيقى والغناء ومتى؟ أولا أقدم التحية والإكبار لحضرتك أستاذنا الكبير الشاعر الإعلامي المخضرم أستاذ كمال إبراهيم. بارك الله فيك. شكرا شكرا لك على هذا اللقاء، وأنا بعتز فيك وبأمثالك الطيبين. كمان بوجه تحية للجمهور الكريم، لكل واحد عم يسمع هذا اللقاء، وشكرا لكم جميعا وأهلا وسهلا بكم يا أستاذ كمال. تفضل. لمن تقدم ألحانك ومع من من المغنين تتعامل؟ وأعطيني فكرة عن بداياتك مع الموسيقى والغناء ومتى؟ نعم، طبعا بدأت مسيرتي الفنية منذ مطلع الثمانينات، من عام 1980. طبعا طورت أعمالي لغاية أنه رضيت بعض الشيء، رضيت نفسي يعني، وتعاملت مع مجموعة من الفنانين وقدمت مجموعة كبيرة من الألحان والكلمات، ما ينوب عن 100 أغنية تقريبا. وكان لي الشرف اتعامل مع الفنانين، مع عدد كبير والفنانات. طبعا مش راح نقدر نذكر الكل، مع احترامي لأسمائهم وشخصياتهم، نعم، بس بكتفي ببعض منهم. في عنا مثلا الأستاذ النجم داوود رضوان، تعاملت معه. نعم، نجم كبير، نجم لامع. نعم نعم 10 أغاني، منها الوطني ومنها العاطفي ومنها الشعبي. وفي عندي أغاني طبعا كمان قومية، مش بس خاصة بالوطن بسوريا، بعض من الدول العربية قدمنا لهم أغاني. أستاذ مالك، ما هي أهم الأعمال؟ ما هي أهم الأعمال التي قمت بها حتى الآن؟ أهم الأعمال. نعم، وتعاملت طبعا مع مثل الفنان لؤي العقباني المطرب الشعبي في جبل العرب ومحافظة وسوريا. نعم. وبعض من الفنانين الآخرين مثل طالب أبو فخر وكمال بدرهمين وركان أبو عمر، والفنانات عبير شمس، أماني منذر، وغيرهم طبعا الكثر. نحن يعني نختصر مشان الوقت تقريبا. نعم، معروف عنك أستاذ مالك أنك قطعت شوطا كبيرا في مجال الموسيقى والتلحين، فأنت حاصل على جوائز عديدة، حدثنا عن أهم هذه الجوائز. احنا من خلال مسيرتنا الفنية قدمنا حفلات ومهرجانات هون على مستوى المحافظة وعلى مستوى القطر. كان المناسبات الوطنية اللي قدمناها لنا أعمال، من خلال هذه الأعمال كرمونا بجوائز تقدير، وكمان شاركت بمهرجانات خاصة في مهرجان الفروسية اللي قاموا الرحالي عدنان عزام. نعم. شاركت بهذا المهرجان وعطينا أغاني يعني كانت بتليق بهذا الاحتفال بهذا المهرجان، لأنه خاص بالفروسية، والفروسية طبعا تعني لنا الكثير يعني. بالإضافة إلى هيك في عندنا مثلا مناسبات خاصة وحفلات خاصة، كمان قدمنا أعمالنا، وشكرا للي قدر وللي كرم، ونقدم لهم كل تحية وإجلال.
أنت بالإضافة لكون كمان أنت، منحوك نعم شهادة دكتوراه فخرية. مبروك شكرا للجهة المانحة، مبروك. المجلس الإعلامي الفلسطيني الأعلى. أقدم وجه تحية لرئيس هذا المجلس، للشاعر الكبير شاعر العربي لطفي الياسين نعم وغيرهم. طبعا نحن نختصر يعني بنكتفي به. أنت بالإضافة لكونك ملحنا فأنت أيضا شاعرا، ما نوع الأشعار التي تكتبها؟ يعني معظم الأشعار اللي كتبتها تخص الشعر المغنى، وفي عندنا الأشعار الأخرى، ولكن الشعر المغنى كان هو السباق بهذا المجال بالنسبة لأعمالي. نعم، ما رأيك وما زلنا بعدنا عم نمشي بهذه الخطوات، ونتمنى انه نوصل لطموحاتنا ونوصل للشيء اللي بيرضي انفسنا. طبعا انا بعتبر حالي انه بعدني ما وصلت للغاية اللي بدي اياها، او الشيء اللي رايده اني حققه من خلال مسيرتي الفنية اللي قايم فيها. يعني هل أنت راض شخصيا مما حققته من إنجازات حتى الآن، وما هي طموحاتك للمستقبل؟ طبعا رضا كامل، الواحد بظل عنده طموحات مثل ما حكينا، بظل عنده طموحات انه دائما يطور للأفضل. ما في شيء اسمه كمال، طبعا نحن بنسعى لحتى نوصل لحد ما او درجة ما من التطور ومن التقدم بالمجال الفني ومجالنا اللي عم نعمل فيه. ما رأيك بالمسيرة الفنية في السويداء خاصة وفي سوريا بشكل عام؟ يا سيد كمال، أنا بقول لك بتجرد وبشفافية. طبعا سوريا كلنا بنعرف أنه بلد أنتجت الفنانين، فنانين منهم الكبار اللي سجلهم التاريخ، وما زال في عنا فنانين عم تعطي وعم تقدم، في عنا أصوات جميلة كثير، ومحافظة السويداء تتسم بالاصوات الجميله. بنلاحظ انه يعني في اصوات عديده ومغموره وما حدا بيعرف فيها. هذه مساله يعني كثير كثير يعني بتألمنا بالنسبه لنا، لانه الفنان لازم يوصل رسالته، او صاحب الصوت الحلو والشجي يوصل صوته للجمهور بطريقه او باخرى. استاذ مالك، ما في رعاية من مؤسسات تدعم هؤلاء الفنانين؟ لا 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 مطلقا لا. نحن عتبنا كثير على الإعلام وعلى الإعلاميين. نعم، يعني في شوية غموض أو تهميش، أو ما بيستوعبوا بيفتحوا صدورهم لهذه المواهب. ولكن نحن بدورنا كفنانين بمحافظة السويداء أسسنا جمعية اسمها جمعية دنيا الفن. نعم، وهذه الجمعية طبعا تأخذ بدين المواهب والفنانين، وبنحاول نظهرهم بأي طريقة حتى يصلوا ويقدموا أصواتهم ويقدموا إمكانياتهم، كان عازفين ولا مطربين ولا فنانين دراما ولا دبكات ورقصات شعبية. هذا اختصاصنا نحن في جمعية دنيا الفن، وأنا اللي شارك بهذه الجمعية، وكنا من المؤسسين طبعا برئاسة الأستاذ داود رضوان، وأنا حاليا أمين السر. ونحن عم نسعى بهذا المسعى نحن وزملائنا بجمعية، وصار عندنا عدد كبير من الفنانين اللي ما إلوا الحضور على مستوى الإذاعة والتلفزيون أو على مستوى الإعلام. أنا بدورنا عم نقدم وعم بالحفلات اللي عم نقومها والمهرجانات عم نقدم هالشريحة هذه، عم نقدم أفراد منهم ليغنوا معنا بالحفلات ولنظهر أصواتهم وحتى يأخذوا دورهم. أنا سأضيف بعض المقاطع من أغنيات لك في الحوار هذا. كيف تقارن بين الفن في عصرنا الحالي ومطربي هذا الزمان، والفن والمطربين قديما؟ هل أنت راض عن المسيرة الفنية في زمننا هذا على امتداد العالم العربي عامة؟ يا أستاذ كمال، المقارنة بعيدة كثير كثير
في شرخ بين الماضي والحاضر. طبعا الماضي كان الفن اخذ مجده الكبير بالعمالقة اللي اسسوا واللي مشوا بهالطريق الفني واللي عملوا لنا ايقونة الفن العظيم اللي هو بالوطن العربي. كان من مصر دولة شقيقة الفنانين اللي طلعوا فتحلت الفنانين العمالقة مثل عبد الوهاب، مثل فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، مثل وردة الجزائري، لجات الصغيرة، أم كلثوم، مثل سيدة كلثوم. هذا بالإضافة إلى الملحنين والمطربين الشعبيين وباقي المطربين. طبعا نحن عم نجيب أمثلة ولا كثر هني الفنانين العمالقة اللي كانوا بمصر ولا بسوريا، مثل الأستاذ صباح فخري، مثل الأستاذ فهد بلان، الفنانين مثل كثير بالفنانين اللي قدموا عطوا. وعندنا مثلا بجبل اليوم مثلا الأستاذ داود رضوان يعتبر من الجيل القديم والجيل الحاضر، ما زال عم يعطي وما زال عم يقدم جهود. إذا قارنا بين الماضي والحاضر بنلاقي هون عملية الشرخ أو البعد. احنا الأستاذ كمال العولمي إلى إيجابيات وإلى سلبيات بنفس الوقت. نعم. إيجابياته أنه صار في تواصل وصار في حضارة وتقدم بين الناس كله، ولكن نحن قلدنا الآخر، قلدنا الغريب يعني. نعم. خرجنا عن إطارنا الفني الصحيح اللي تربينا عليه. اليوم نلاحظ أنه فنانينا على مستوى الساحة العربية أغانيهم كلها مأخوذة من النمط الغربي أو من النمط الشرقي اللي خارج حدود الوطن العربي. هذه مسألة نعتبرها كارثية. ليش؟ نحن لا نقلد الآخرين، نأخذ طابع الآخرين كان بالموسيقى ولا بالغناء ولا بالإيقاع ولا بغير ذلك. هذه مسألة ما لا تمكننا أنه نحن تجرنا هذه الأجواء، لأنه نحن غناية بتراثنا، غناية بفننا، غناية بموسيقتنا العربية الخالدة، غناية بالناس اللي سلفوا الفنانين الكبار. لازم نظلنا كنا ماشيين على هذا الخط ومترسين عند هذا الخط. ما جرنا لا عولمي ولا ثقافات أخرى خارجي عن حدودنا. مش غلط أنه نحن مثلا نتبادل مع الآخرين بالفن، أنا مش قلت ذلك، بس ما ننسى تاريخنا الفني الأصيل اللي ربينا عليه واللي قاموه وأنجزوه العباقرة الكبار. هذا قصدي من الحكي. لازم نحن نظلنا ماشيين على خطنا اللي هو الخط التراث العربي الأصيل، الفن الأصيل. وهذا يعني طلبي الوحيد. لا نفرض مدرسة الرحابني، مدرسة حتى الأوروبيين أخذوا بهذه المدرسة. فريد الأطرش مثلا، الأوروبيين غنوا لفريد الأطرش واعتنقوا بعض من موسيقاه وغنوها. نعم. لازم نحن يعني نكرس القضية ها ونظل ما ترسين عنده وماشيين عليها، لنظلنا ثابتين موقفنا وموقعنا مع المحيط من العالم ودول العالم. أنا بحكي بشكل عام. وأنت أستاذ مالك يعني تمزج نعم. بين الماضي والحديث. نعم أستاذ، أجل سؤال. أنت أستاذ مالك شخصيا تمزج في ألحانك وأدائك وغنائك بين الماضي والحديث. أستاذ كمال، أنا أكثر شيء عم بأخذ من الواقع العربي والتراث العربي. نعم. اللي نحن تربينا عليه مثل ما عم نحكي. بس التبادل الثقافي والتبادل الفني بين الشعوب لازم يكون، لأنه منكمل بعضنا البعض حتما. أكيد. لأنه حتى الموسيقى لغة العالم، الموسيقى الوحيدة اللي بتجمع العالم بالنغم باللحن بالصوت. فهذا الموسيقى شيء كبير، شيء عظيم. والموسيقى إذا رجعنا نحن لبدء البشري، أول ما رافق الإنسان أول هو الموسيقى. هي من أقدم شيء وجد بالعلوم، هي الموسيقى مع الإنسان البدائي الأول. نعم أستاذ مالك، لابد من سؤال. ما هي آخر أعمالك
ما هي آخر أعمالك الفنية في مجال التلحين والغناء؟ حاليا عم نحضر لمسرحية أطفال، وإن شاء الله صفينا بدنا نقدمها، وعم قايمين بالتدريبات مع أطفالنا، وسجلنا كافة الأغاني، صارت جاهزة من ألحان وكلمات طبعا جاهزة، الألحان كلياتها، والعمل من أعمالي الخاصة، وفي عمل قريبا إن شاء الله مع الإعلامي الكبير والشاعر اللي هو حضرتك أستاذ كمال. بارك الله فيك. أغني جدي هذه الكلمات الرائعة، وإن شاء الله بأقرب وقت تتقدم هذه الأغنية وبتشوف النور إن شاء الله. وعيتك يا أستاذ كمال، إن شاء الله إن شاء الله يا أستاذ كمال، نحن بأقرب وقت ممكن. بارك الله بك ومشكور جدا. كلمة أخيرة تود توجيهها للمستمعين عندنا في فلسطين وفي سوريا والعالم العربي عامة. وجه التحية والامتنان لشعبنا المناضل بدولة فلسطين، وإن شاء الله أن يوصلوا لحقوقهم ويأخذوا حقوقهم بأكمل وجه، ونحن قلوبنا معهم وواقفين معهم، وألف سلام لكل فرد منهم، وسلامي كمان للمواطنين العرب الشرفاء أينما كانوا بالوطن العربي. نحن أشقاء، ونحن منظلنا عرب وصلاء، وألف تحية للجميع، وألف تحية لك يا أستاذ كمال، وشكرا على هذا اللقاء، وشكرا لجهودك جبارة اللي عم نتابعك من خلالها، ونعرف إمكانياتك الكبيرة، وبنعرف أنك طبعت أكثر من 25 ديوان، وهذا شيء ممتع وشيء كبير، هذا فخر لنا يا أستاذ كمال، ومنشد على إيدك، وكمان كرر شكري لك ويعطيك العافية، وممنونك كثير. الله يخليك أستاذ مالك، أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الشيق، وأتمنى لك المزيد من التألق في مجال الموسيقى والغناء والشعر، ولك مني أجمل تحية، تصبح على ألف خير.